بتنورني النهارده وبتشرفني برنامج سبوت لايت النجمه الجميله نرمين. اهلا بيك يا نرمين، ايه الاخبار؟ حياتي الحمد لله كله تمام كويسه. احنا النهارده في لوكيشن اخر الزمن، نورتوا الدنيا حبيبتي وفرشتوا الفرشه بتاعت الكاميرات. انا شايفه بقى احنا فرح النهارده، يعني شبه فرح كده. هي حفله لطيفه في المسلسل، مسلسل لذيذ جدا، ندخل فيه على طول نتكلم فيه. اسمه آخر الزمن، طبعا واضح من كلامه من الجملة بتاعته ان هو آخر زمن اللي احنا عايشين فيه. كل حاجة بقى المسلسل لامم كل حاجة اللي بيحصل في الحياة. مش عايز احرق حاجة، بس في مجموعة لذيذة جدا، فوفا العسل، في عبده، في احمد عبد العزيز، في انا، في ناس كتيرة قوي. هو اخراج ايمن فؤاد وتصوير مجدي كشك، والانتاج حلو قوي والناس متفهمة، وان شاء الله المسلسل لما ينزل يعجبكم. نرمين، قبل ما يجي قعدت اقرا على مسلسل لقيت ناس كاتبة ان هو مسلسل صعيدي، وناس تانية كاتبة لا ان هو مسلسل اجتماعي، فهو يعتبر مسلسل ايه؟ لا هو اجتماعي جدا. اجتماعي جدا. وهو هل هو مسلسل صعيدي اجتماعي؟ لا مالوش خالص. لا ما دخلناش حتى ولا في جزئية في الصعيد متصورة. لا هو مسلسل اجتماعي بيتكلم عن كل المشاكل اللي بتحصل في المجتمع ما بين الكبير والصغير والشباب، وخاصة الشباب واللي بيحصل لهم الفترة دي، وهوس السوشيال ميديا والمشاكل اللي بتحصل من وراها، في مخدرات، كله. نرمين، انت شخصيتك اسمها ايه في المسلسل؟ جولنار. جولنار. طب جولنار نقول ايه بقى؟ شقية، هادية، يعني جولنار عاملة ايه؟ نقول شريرة. شريرة. آه. طب ينفع يا جماعة نرمين ماهر القمر ده يبقى شرير؟ لا والله ببقى شريرة عادي، مفيش مشكلة. هي شخصية شوية عنصر الشر في المسلسل، من وجهة نظرها هي اللي بتعمله صح، وهي شايفة ان هي صح في اللي هي بتعمله في كل حاجة، وليها مبرر قوي قوي. يعني ممكن هي الناس تشوف ان هي شريرة بس تتعاطف معها في نفس الوقت، وده اكبر حاجة عجبتني في المسلسل، ان هي ميكس ما بين ان انت تتعاطفي معاها وتكرهيها. شخصية الشريرة بتبقى عشان تمسكيها كويس قوي وتعمليها حلو الناس بتكرهك في الشارع. مش خايفة من كده؟ ليه اعمل شخصية ممكن الناس، ما هو انا عشان انجح فيها لازم اتكره. ايوه. لا بس الناس دلوقتي على دراية كافية وعارفة. بس احنا برضو عشان العاطفي بنتأثر بالحاجة ما بنحبها كده في المسلسل، يبقى انا دي نجاح. بالنسبة لي نجاح، لان انت وصلت لهم اللي انت عايزة توصليه، وفي نفس الوقت انا شايفة ان انا بقدم رسالة ان الحاجة دي غلط ما تعملوهاش. طب يا جولنار مشاهدها اكتر مع مين؟ او بتشر على مين اكتر؟ لا هي بتشر على المجتمع. مسلسل كله مسلسل، خدوا بالكم يا جماعه، بتشر على المجتمع، هتشر على كله. يعني هي مش كلها شريره، بس ليها مناطق ايجابيه كتير، بس بتحاول يعني تشوف حاجه من وجهه نظرها وهي مقتنعه ان هي صح. جاهزه لمنافسه في رمضان 2023 باخر ان شاء الله؟ ان شاء الله. اهم حاجه بصي، طالما الناس حبت المسلسل حسوا بتلاقيه بيتجمعوا عليه، فانا حاسه باذن الله بالمجموعه اللي موجوده والروح الحلوه اللي موجوده في اللوكيشن، وان كله عايز يعمل شغله مظبوط، حاسه ان شاء الله هيعمل حاجة.